الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، معكم الأستاذ محمد مسرار من مديرية إقليم النواصر ليقدم لكم هذه الحصة من سلسلة الدروس عن بعد في مكون تطبيق، حيث سنطبق ما درسناه سابقا في الكتابة العروضية والتفاعيل وفي بحر المتقارب، وهو درس موجه للجذع المشترك العلمي. فعلى بركة الله نبدأ هذه الحصة. بالنسبة للكفايات المستهدفة، عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن يطبق التلميذ أو المتعلم والمتعلمة ما تعلماه من الكتابة العروضية، وأن يتمكن من تطبيق ما تعرفاه في درس بحر المتقارب. إذن سنحاول أن نجمع الدرسين الأولين في هذه الحصة. بالنسبة لمحاور الدرس، نبدأ بالتذكير، حيث سنقوم بتذكر الكتابة العروضية. كما قلنا، الكتابة العروضية هي كتابة خاصة بالشعر، تعتمد منطقا أساسيا هو ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. لذلك نجد بعض مواضع الزيادة مثل التنوين والشدة والإشباع والوصل، ومواضع نقص مثل الألف واللام والأحرف زيادة وأحرف الجر. كذلك تحدثنا عن المقاطع الشعرية، سواء المتعلقة بالسبب الخفيف أو السبب الثقيل، بالوتد المجموعي والوتد المفروق، وبالفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى. وقد تحدثنا أن علماء العروض جمعوها في قولهم: لم أرى على ظهر جبل سمكة. كذلك كنا قد تعرفنا عن التفاعيل، فوجدنا أن التفاعيل 10 تفعيلات، سواء منها الخماسية مثل فعول وفاعل، أو السباعية وهي باقي التفعيلات مثل مفاعيل، مفعولات، فاعلات وغير ذلك. لنصل إلى بحر المتقارب، وقد عرفناه بأنه هو البحر الأول من الدائرة الخامسة الموسومة بدائرة المتفق. يتكون في أصله الدائري من تفعيلة واحدة خماسية تتكرر 8 مرات، يستعمل تاما ومجزوءا. إذا استعمل تاما يصيبه من الزحافات القبض، ومن العلل الحذف والقصر والبتر. كما يستعمل مجزوءا، حينما يستعمل مجزوءا يصير سداسي التفعيلات، ويصيبه من الزحافات القبض ومن العلل الحذف والبتر. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نصل إلى التطبيق، بحيث سنقوم بكتابة 4 أبيات كتابة عروضية، نستخرج منها البحر وهو بحر المتقارب، ونرصد التغييرات الحاصلة سواء المتعلقة بالزحاف القبض أو بالعلل الحذف والقصر والبتر. وأقترح عليكم هذه الأبيات: ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. طبعا هذا تتمة للبيت الذي رأيناه فيما مضى. ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. كذلك أقترح عليكم: وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل القليل وكف الأذى. وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل القليل وكف الأذى. أما حينما يستعمل مجزوءا، فإني أقترح عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، قول الشاعر: عفى الله عما مضى فقد نلت مني الرضا. عفى الله عما مضى فقد نلت مني الرضا. أترككم على بركة الله بضع دقائق، ثم سنستخرج هذه الأبحر في حصة التطبيق، فلنلتقي إلى هناك بعد قليل على بركة الله. ألقاكم بعد قليل.
أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، كما اتفقنا فإن هذا البيت هو البيت الأول. قول الشاعر: ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد، وهذا في غرض الهجاء، حيث لو يستطيع هذا البخيل أن يدخر النفس لتنفس من منخر واحد، لكنه لا يستطيع. نكتبه الآن كتابة عروضية نعتمد فيها النطق والسماع. يقول: ولو يستطيع لتقتيره. تلاحظون أن عندي هنا حركة، فنضع ما يسمى بالإشباع. ولو يستطيع لتقتيره تنفس. عندي الشدة، فأجعلها حرفين: من منخر، عندي التنوين، واحد، عندي الإشباع. أشكل: ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. إذا الآن أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، نكتب الكتابة الرمزية. فأينما وجدنا حركة نضع إشارة هذه، وإذا وجدنا سكونا فإننا نكتب سكون. إذا ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. إذا نعتمد منطق الحركة والسكون لنصل في الأخير إلى استخراج البحر، فنجد فعول. إذن هنا عندي تغيير، عفوا، هنا ثم عندي فعول، ثم عندي فعو. إذن فعول، 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 فعو، ثم فعول، 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 فعو. إذا ماذا تلاحظون أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات؟ عندي هنا تغيير، عندي هنا تغيير أول. ماذا نسميه؟ نسميه القبض، أحسنتم. عندي تغيير ثاني هنا، وهو نعم الحذف. عندي تغيير تكرر هنا كذلك، وهو القبض. وعندي تغيير آخر، وهو الحذف. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، قد انتهينا من البيت الأول، فلنذهب مباشرة إلى البيت الثاني. كما اتفقنا أعزائي التلاميذ، هذا هو البيت الثاني، وهذا البيت هو قوله: وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل القليل وكف الأذى. هذا فيه مدح بأن الشخص الذي له أخلاق وله فضل عظيم، ولو كان قليل المال فإنه ينفق منه، لكنه يكف الأذى عن الناس، يكف أذاه عن الناس. فنكتب هذا البيت كتابة عروضية. في البداية نكتب: وأخلاق ذي الفضل، انتبهوا معي، التقاء الساكنين كما قلنا تحذف الياء. وأخلاق ذي الفضل معروفة، تكتب
التنوين كما قلنا نونا ببذل يحذف الألف ببذل القليل وكفف الأذى. تكتب الإدغام هنا. إذن وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل القليل وكف الأذى. ثم نكتبها كتابة رمزية. وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل القليل وكف في الأذى. وأخلاق ذي الفضل معروفة يجب علينا أن نراجع ببذل القليل وكف في الأذى. إذن أعزائي التلاميذ نستخرج البحر الآن فنجد فعول. إذن سأترك لكم المجال لتستخرجوا التغيرات الحاصلة. طبعا عندنا كم من تغير أو كم من تغيير؟ 1، 2، 3. ماذا نسمي هذا؟ حذف السبب كامل نسميه الحذف. هنا نسميه القبض وهو حذف الساكن الخامس القبض، وهنا الحذف. هكذا نكون قد استخرجنا البيت الثاني ولم يبقى لنا إلا بيت حينما يستعمل بحر المتقارب مجزوءا. فإلى هناك على بركة الله. وكما نصل إلى البيت الأخير الذي سنكتبه فاكتبه معي، قول الشاعر: عفى الله عما مضى فقد نلت مني الرضا. عفى الله عما مضى فقد نلت مني الرضا. عفى الله عن ما مضى فقد نلت مني الرضا. الآن نكتب هذا البيت كتابة عروضية. طبعا حاولوا أن تكتبوا هذه الكتابة العروضية معي. إذا نجدها أن هنا التقاء الساكنين فنكتب عفى الله عن ما مضى، أو نكتب عن ما مضى وفيهما فسحة وكلاهما صحيح. فقد نلت مني الرضا. عفى الله عما مضى فقد نلت مني الرضا. التقاء الساكنين نحذف الياء. ثم نكتب كتابة رمزية. عفى الله عن ما مضى فقد نلت مني الرضا. ماذا يبقى لنا الآن أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات؟ بقي لنا الكتابة استخراج البحر. فاستخراج البحر هو فعو. إذن لاحظوا معي التغيرات الحاصلة في هذا البيت. هل هناك من تغيير؟ طبعا نجد أن هناك تغييرا في الصدر وتغييرا في العجوز. ماذا نسمي هذا التغيير؟ نسميه الحذف.
إذن على بركة الله نكون قد أنهينا هذا التطبيق، فإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم أخيرا بأن تعضوا على الدراسة بالنواجذ إلى أن تمر هذه الجائحة ويجتازها بلدنا الحبيب على خير وبخير، بفضل جهودكم وبفضل مكوثكم في البيت ومواصلتكم للدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.